والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وليلى عمر أهلا شكراً بك. لكم سحر ويوسف، نتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة عمرة الطائرات بأفريقيا في نسخته 31، ويحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركة الطيران العالمية والأفريقية والجهاز ذات الصلة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات الصيانة وعمرة الطائرات. بنشتغل في جميع الديستنيشن في غرب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي جنوب الصحراء. إن شاء الله نسقنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران. إن شاء الله هيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس، عشان نرتب إزاي نعرف نتعاون وننمي قدراتنا في أفريقيا، وهم ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبرات مننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي. حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم. المنتظر إن شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة. الفترة القصيرة القادمة لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر للطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المفترضة في حركة الطيران. بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا. مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات، سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك، وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوي بالتعاون مع مصر وبالتعاون مع شركة مصر الطيران، ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات. هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيق أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في مصر. شركة مصر الطيران للصيانة فهي هي شركة معتمدة دوليا، وهي بتقدم أعمال الصيانة لأكثر من 136 شركة حول العالم. هي تواجدنا في أفريقيا وتواجدنا في أوروبا وتواجدنا في أكثر من مكان بنقدر نقدم خدمات الصيانة لشركات كبرى، وده معناها أن الشركات كبرى زي شركات سعودية، شركات أردنية، شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال الصيانة. بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال الصيانة، معناها أن في ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر للطيران للصيانة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 51 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 4208 نقاط. أعلن صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية باليابان، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، عن رابع خسارة فصلية على التوالي. وتكبد الصندوق خسارة بنسبة 97% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بما يعادل 14.3 مليار دولار. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وسحر لمتابعة النشرة. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.